الرحمن الرحيم. ويلكم برايم 2. هشرح ان شاء الله النهاردة درس الوتر. الوتر يعني طبعا كلكم عارفين اللي هي الماء. خدنا الامبورتنس اوف ووتر، اهمية المية، وقلنا تستخدم اشهر استخداماتها في درينكينج، الشرب، والووترينج بلانت، في ري النباتات او سقي النباتات لما باجي اسقي الزرع. النهاردة هنتكلم عن ستيتس اوف ووتر، حالات المية، يعني المية بتوجد في كام حالة. واحنا عارفين ان حالات المية شبيهة شوية بحالات المادة اللي احنا خدناها، ستيتس اوف ماتر، حالات المادة اللي خدناها في برايم 1. ستيتس اوف ماتر كانت سوليد، ليكويد، جاز. طيب لما اجي اقول المية برضو ليها كام حالة، ليها برضو 3 حالات، مش جديد علينا. يعني ما اقول الووتر هاز، يبقى كومبليت، او الكومبليت بتاعي يبقى 3 ستيتس، او تحت لاين خفيف كده، يبقى الووتر هاز 3 ستيتس، المية تتواجد في 3 حالات. يبقى نتكلم عن ستيتس اوف ووتر، حالات الماء. سوليد such as، ممكن تكون صلبة such as ice، لما احولها من اعمل لها ديكريس، تقليل في درجة الحرارة، ديكريس ان ذا تمبريتشر، المية بتتحول من الحالة الليكويد للحالة السوليد، زي ما بحطها في الفريزر وتشوفها كده بتتحول لايس كده. طيب ممكن تكون ليكويد، ليكويد تعني سائل، وسوليد طبعا انا قلنا صلب، وليكويد يعني سائل، عشان الناس اللي بتتكلم ليكويد يعني ايه؟ ليكويد يعني سائل. such as، مثل ايه؟ مثل المية في حالتها العادية، in ordinary states، in natural states، في حالة طبيعية، in at room temperature، في درجة حرارة الغرفة، يبقى بتتواجد، بتبقى المية ليكويد ستيت، يبقى بالمنظر دوت ليكويد. طيب ممكن تكون جاز، يعني غاز. such as يعني مثل ايه؟ مثل الوتر فيبر بقى، لما اجي اعمل لها increase in temperature، يعني ازود درجة الحرارة، يعني احطها على النار او على لهب او على فليم، بتبتدي تطلع على هيئة ووتر فيبر. الووتر فيبر اللي هو بخار المية ده، ما بنقدرش نقول عليه ليكويد وما نقدرش نقول عليه سوليد، يبقى دوت بنسميه جاز. المية في حالتها الاخيرة والتالتة والاخيرة اللي هي الحالة الغازية. يبقى لما اقول states of water، states of water حالات المية، تقول لي تتواجد يا اما في السوليد such as ice، يا اما في الليكويد such as water، يا اما في الجاز such as water vapor. نيجي لاسئله الهومورك، وطبعا انا مش هكتر عليكم في الهومورك ومش هكتر عليكم في الدرس، طبعا انا عارف الظروف اللي بتمر بيها البلد. ترو او فولس، ترو يعني صح وفولس يعني خطا، هحط خطا كده ما بين القوسين. يقول لي الايس از ا ليكويد ماتر، الثلج مادة صلبة، لا أنا لسه قايل، بيقول لي ليكويد مطر، وأنا لسه قايلين إن الأيس سوليد مطر، يبقى أنا أقول له على طول الإجابة تبقى فولس، لأن الأيس سوليد مطر مش ليكويد مطر. طب نيجي نقول الووتر فيبر إز أجاسس مطر، طبعا جاسس مطر يعني حالة غازية، بس إحنا لما بنيجي نقول حالة غازية بنزود إي أو يو إس. طب انا بقول لي الووتر فيبر از اجاسس ماتر، طب هي فعلا اجاسس ماتر ماده غازيه، يبقى انا بالنسبه لي اقول له ترو. نيجي لأسئلة تشوز، نفس الطريقة ونفس الشكل بتاع الأسئلة، بس بيغير طريقة السؤال، يعني لو فاهم أنا هحل أي سؤال. تشوز يعني اختار. نمبر 1 يقول لي إز السوليد ماتر، سبيس يعني نقط، إز السوليد ماتر، مين اللي بيكون سوليد ماتر؟ طبعا أنا عارف إنه الأيس، يبقى أنا هحط تحت الأيس كده لاين خفيف، وانتهى الدرس. وطبعا طبعا مش هكتر عليكم في الدرس.